ينضم إلينا من نجران عبر الهاتف الدكتور أحمد الشهري، أستاذ علم الفيروسات السريري والمساعد بجامعة نجران، كذلك عضو لجنة إدارة أزمة تفشي كورونا. أهلا بك دكتور أحمد معنا، كل عام وأنت بخير. بداية، يعني كيف يمكن للفرد أخذ الحيطة بعد الخامس من شوال لضمان صحته وكذلك عدم إصابته بالفيروس؟ حياكم الله، تحية طيبة لكم ولمتابعيكم الكرام، وكل عام وأنتم بصحة وعافية. تحية إجلال واحترام لأبطال الصحة وقطاعات الأمن على كل جهد تم وسيتم بذله للحفاظ على صحة المجتمع ومكتسبات الوطن. نشكر قيادتنا الحكيمة حقيقة على كل إنجاز احترافي تم خلال الفترة الماضية بسواعد وطنية بناءة، ونسأل المولى أن يرفع عنا وعلى الإنسانية جمعاء هذا الوباء ويديم على وطننا قيادة وشعبا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار. نعم، عودة لسؤالك، حقيقة مثل ما ذكرت، نحن مجتمع يتميز بالوعي وبالمسؤولية. المطلوب منا خلال المراحل القادمة بإذن الله هو إكمال مسيرة تحمل المسؤولية اتجاه إدارة هذه الجائحة بمسؤولية ووعي جدا. ممكن ألخصها في ثلاث نقاط رئيسة. تفضل. النقطة الأولى، يستحق المجتمع أن يعلم لماذا نحن سوف ننتقل بإذن الله لمرحلة جديدة في الإجراءات. حقيقة هذا جاء من إنجازات سابقة، وهي تأتي في نسبة التعافي ولله الحمد جدا مطمئنة. ثبات معدل الوفيات منذ تسجيل أولى الحالات في المملكة العربية السعودية، والذي يعني نفتخر فيه ولله الحمد، وهو أقل بعشر مرات من المعدل العالمي. أيضا الرجوع لما ذكر معالي وزير الصحة أن الكثير من غرف الحالات الحرجة بالمستشفيات غير مشغولة، توفر الأدوات والإمكانيات لدينا، أيضا توسع وقوة استراتيجيات الفحص النشط لكشف حالات الإصابة العائمة في المجتمع، الوصول المبكر للمصابين، الخبرة التراكمية المكونة عن الفيروس علميا وميدانيا من خبرة محلية وعالمية، أيضا مثل ما تفضلت وسلامة الإجراءات المسنة من الجهات المعنية. كل هذه تشجع حقيقة أننا ننتقل إلى مرحلة أخرى للوصول إلى تعايش وتكيف مع الإجراءات الجديدة. فهذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي يجب أن نستمر على ممارسة الإجراءات الصحية، يعني التي يعني تعرفنا عليها سابقا بوعي وفهم. الفيروس هو نفس الفيروس، لم يتغير، طرق الانتشار هي نفسها. فأود من جميع أطياف المجتمع أن يفهموا أن الانتقال لمرحلة هو هدفه التكيف والتعايش والحفاظ على مكتسبات اجتماعية واقتصادية. مجتمعنا مجتمع بناء يريد أن يبني، لدينا رؤية 2030، لدينا مكتسبات أخرى، يجب أن ننطلق ونستحق أن ندخل في هذه المرحلة. أيضا التكيف مع الإجراءات الجديدة وهي الخاصة مثل لبس الكمامة عند الخروج مثلا للمسجد أو لغيره، الخروج من المنزل عند الضرورة فقط، المحافظة على التباعد الجسدي حسب الأنظمة المقررة، منع التجمعات كما ذكرتم، التقبل الإيجابي لحيثيات الأوضاع الجديدة بنفسية إيجابية ومريحة، بإذن الله هو المطلوب من مجتمعنا الواعي المرحلة القادمة. طيب، هل المصافحة يعني مسموح بها وآمنة في هذه المرحلة، أم يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة بشكل دقيق؟ مثل ما ذكرت سابقا، الفيروس طرق انتقاله هي قبل 5 شوال وبعد 5 شوال، هذا ما استجد إلينا يعني بالنسبة في الأوساط العلمية. فيجب عدم المصافحة، يجب حفظ مسافة آمنة لا تقل عن مترين، يجب اتباع الأنظمة المقررة والحديثة في التباعد الجسدي، ومثل ما يقال نستمر في السلام نور. طيب، أصحاب الأمراض المزمنة وهم الفئة الأكثر عرضة وخطرا كذلك للإصابة بالفيروس، كيف يجب أن يتعاملوا مع هذه الأزمة وهذه المرحلة المقبلة؟ صحيح، نعم، هناك حقيقة مسؤولية تجاه الشخص لنفسه، الفئة العمرية التي ذكرتم، كبار السن، من لديهم أمراض مزمنة، من لديهم مشاكل بالجهاز التنفسي، من لديهم مشاكل بالجهاز المناعي، وهي عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. أرجو منهم أن يتفهموا يعني عدم ذهابهم إلى المساجد خلال هذه المراحل القادمة، الالتزام بالأمور العامة اللي هي غسل اليدين، مراعاتهم أيضا من قبل ذويهم والذين يقفون على رعايتهم بعدم تعريضهم لشتى هذه الطرق. نعم، المسؤولية القادمة هي بتكون صعبة تجاه هذه الفئة الغالية علينا والذين هم جزء لا يتجزأ من الوطن، فأتمنى من الجميع أن فعلا أن يتعامل معهم بوعي وفهم، وبإذن الله سنجتاز هذه المرحلة بنجاح بإذن الله. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الشهري، أستاذ علم الفيروسات السريري المساعد بجامعة نجران، أشكرك.